السلام عليكم. المنكرات الظاهرة في بلاد المسلمين ليست المشكلة قاصرة على فشوها، وإنما على إكراه الناس عليها ومعاقبة ومحاسبة من ينكرها ويدعو إلى الفضيلة. وما أشبه هذا الحال بما كان عليه قوم لوط عليه السلام. قوم لوط قاربوا الخطيئة الفاحشة ثم فعلوها، ثم تكاثروا وتواتروا على فعلها، حتى بلغ بهم الحال أن يعيبوا لوطا ومن معه تهكما بالطهارة. قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. يعني وصل بهم الحال عندما تتابع عليهم المنكر أنهم عابوا لوطا بالطهارة، لأنه يدعو إلى العفة والطهارة. مشكلتنا في المجتمع إخواني هو أن روح التناهي في المجتمع أغلقت أو ضعفت حتى لا نكاد نرى أثرها. هذه من أخطر المشاكل. وكثير من الأخيار الذين يعرفون الحق أغلقوا سجلهم الدعوي وسجلهم في العطاء. ليش؟ في مكتسبات، يعني خايف على وظيفته على رزقه على أمور كذا، يقول ما شغل في الناس. هذا بسبب تهلك المجتمعات. قال سبحانه عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هم على قسمين: الأول من يفعل الإثم والخطيئة، الثاني الذي سكت عن الإنكار، ما عنده روح للتناهي فنسب الفعل إليهم. هو لم يفعل لكنه ترك النهي والقيام بهذه الشعيرة، فأهلكه الله ولعنه مع من فعلها. لذا أقول: بيض الله وجه كل شخص يدخل في الوسائل المؤثرة ليبين سنة التدافع بين الحق والباطل على وجه متكافئ. هذا معنى قول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كثروا سواتكم في كلمة الحق اللي تحفظ أخلاق الناس وتحفظ دينهم.